عامل ستريتش الجسم كله، وهزق جامد قوي الستارت الحلق الجانبي دوت، وافرد جسمي قوي واحتفظ بالهواء. وسع بقى الضربة شوية. وحاول تبقى أسرع كمان، أسرع كمان. ضم رجليك، خلي رجليك مضمومة جنب بعضها، أيوة كده. هب. ضم رجلك، أيوة كده، ده وضع النموذجي كده جميل أوي. افرد رجلك، افرد بقى جسمك، افرد لي جسمك جامد. ايوه كده، تعال. هب. افرد لي رجليك واسرع شويه من كده، اسرع شويه. Thank you.
شايفيننا دلوقتي ومتابعين معانا الحلقه بتاعه تعليم السباحه. احنا خدنا في الحلقه الاولانيه ضربات الرجلين، وخدنا ايه تاني؟ وخدنا النفس من على الجنب، وخدنا هنبدا ناخد الكاتشات ابتداء من الحلقه الجايه. بس اهم حاجه في ضربات الرجلين ان انا رجليا تبقى متنيه، متنيه كده ولا مفروده؟ مفروده. مفروده، برافو، جميل قوي. يبقى لازم الرجلين تبقى مفروده. ليه؟ لان اهم حاجه احنا لو جبنا كتب في السباحه او جبنا مراجع اجنبيه، اهم حاجه بيتكلموا عليها المقاومه. المقاومه دي بالنسبه للسباح، يعني العدو الاول للسباح المقاومه. فلو حد تنى رجليه، الاولاد اللي معانا بدل ما يفرد رجله، لا تنى رجليه شويه، ايه اللي بيحصل في الميه؟ تعال نشوف كده ايه اللي بيحصل لو تنينا رجلينا. ادي مثلا دي هاجر معانا وهي بتعمل ضربات رجلين، تنت رجليها، تنت رجليها كده، يعني رجليها ما بقتش مفروده، بقت متنيه من هنا كده، عملت كده. ايه اللي هيحصل؟ احنا متفقين ان الميه بتبقى عباره عن جزيئات، وقلنا هنتخيل ان الجزيئات دي لو كل مجموعه جزيئات بقت تخيلنا ان هي واحده، فاذا الجزيئات دي ثابته وجسم السباح متحرك. فبيحصل ايه؟ ان الجسم المتحرك دوت هيبدا يصطدم بالوحدات الثابته. فلو واحد تنى رجليه من الاولاد اللي معانا، اي حد يتني رجليه يحصل له ايه؟ هيحصل ان الميه هتعمل تخبط هنا وتخبط هنا، تعمل ترابلز، وتخبط هنا وتخبط هنا وهنا وهنا، وبعدين مش كده وبس، دي كمان بتخبط هنا في العضله الخلفيه للقدم، في هنا عند السمانه كده، كل الجزء الخلفي ده، وبعدين بس ومش كده كمان، وفي الكعب، وبعدين في مشط الرجل، هنا هنا. يبقى شوف اتعرض لايه بقى؟ اتعرض لترابلز كتير قوي، بقت المايه تخبط. خبطت فين المايه؟ بص خد بالك المايه عملت ايه؟ المايه خبطت هنا وقفته، وخبطت هنا وخبطت هنا وخبطت هنا. يبقى كام مره؟ يبقى كده لو احنا عديناهم هنا كده واحد، وهنا اتنين، وهنا تلاته، وهنا اربعه. يبقى احنا تعرضنا لاربع نقط اصطدمنا بيهم، والرجل التانيه كمان اربعه، يبقى مجموع تمانيه. يبقى احنا مهم قوي ان انا افرد رجليا واكون انسيابي في الميه عشان امشي. خدنا بالنا؟ كويس، جميل قوي. نكمل في الحلقه اللي جايه ان شاء الله، هناخد بقى الكاتشات وهناخد تمارين ظريفه قوي عشان ننتهي من سباحه الكرون. يعني الحلقات دي تقريبا هتاخد مننا من 4 إلى 5 حلقات. وشكرا جزيلا وتحيه من القلب، مع السلامه.